مرحبتين، وهذه عودة من جديد لمواصلة مشوار بي ان اف ام الصباحي. بنتمنى بالرغم من الظروف السائدة والحاصلة، ربنا يصلح الحال ويومكم يكون موفق وسعيد. وكمان برضو بنحيي أهلنا في ولاية السودان المختلفة، كل سنة وانتم بخير وربنا يحقق أجمل الأمنيات وترجعوا سالمين غانمين، الناس المتواجدة يعني أو دائمة السكن في الخرطوم، ربنا يكفيكم إن شاء الله شر الحوادث. نرجع لنقطة مهمة اللي هي بتخص الشعب السوداني والثورة ديسمبر المجيدة، الثورة السلمية. الشعب السوداني ده هو صانع لثورات كثيرة يعني، قبل ثورات الدول الأخرى، هو معلم للشعوب. في نقطة لابد أنه كل الحكومات تفهمها، حكومات المشهد دي ما مشهد لكن بتكون استوعبتها يعني، لكن الحكومات الحاتجي، الشعب اللي قام بالثورة من أجل الحرية والسلام والعدالة، إذا الثورة ما حققت غاياتها هتكون مستمرة، وهي مستمرة للآن بحكم الطبيعة البشرية. إنه الجماعة، أنا الليلة كفرد ممكن يكون دوري في التغيير بسيط، لكن مع الجماعة دوري بيكون أكبر. في نفس الوقت التغيير ده يا إما بيكون من خلال تصرفات أخطر لما الشعب يكون في حالة بتاعت هدوء وسكينة، لأنه بيكون منتظر أقل مؤثر تاني. دي نفسية الجماعات كده يعني، زي ما عرفنا في الكتب. فيا إما الموضوع بيحمد عقباه أو بيكون أمر ما كريم. ليه؟ لأنه برضو الصبر عنده حدود، والناس ما أدى حبل الصبر. كل الناس نفسها إنه تعيش حياة كريمة يعني، برمجة قطوعات بتاعت كهرباء، بنزين تمشي تفتش ليه واحتمال ما تلقاه، صفوف العيش، وحتى العيش اللي انت بتشتري بقروشك يعني بمبلغ غالي، الاوزان دي انا ما عارفها ليه، كانت مجرد كلام انه يا اخي حيكون في اوزان هاي ولازم وكده واعرف حقك، لكن هسي حاليا انا مش عندي مشكلة في الوزن، أنا لو لقيته خلاص دي نعمة كبيرة. ودي برضو هنا الناس مفسرة تجيب في النقطة دي، لأنه الناس في فترة من الفترات هاجت يا أخي لا، في وزن في الأفران مفترض يكون موجود، كله بتحفر ما عنده ميزان يعاقب، لا 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 شفنا عقاب، لا شفنا حاجة. بعدين زيادة الأسعار الموجودة في السودان، دولار سعره بقى سعر البنك ثابت، طيب كل يوم سعر جديد لحاجة جديدة، ده بجانب غلاء مبالغ فيه. في فترة من الفترات بنشوف انه في دول حصل لها تضخم وانهيار اقتصادي كبير، بتشيل لك لزمة بتاعت قروية عشان تمشي تشتري لك حاجة، ده بداية الامر هنا الان في السودان. تمشي برا لو قلت لي صرفت 10 مليون مش هدس من هنا لحد اقرب مشوار بصدق ليه، لان انا بقيت بتعمل حاجة. دي برضو هنا عايزة نقطة بتاعت نظام من الناس القائمين على امر الاقتصاد السوداني، ده جانب. الكهرباء لو رجعنا لا قطعها، ده انت بتدفع قروشك عشان تشتري كهربتك يعني، خدمة مدفوعة القيمة. بنلقى انه البرمجة احيانا ذاتها بتكون ظالمة للناس، الساعات ما كما يقال يعني، هسي بعد العيد احتمال البرمجة ترجع يعني حسب ما قيل والله اعلم. دي من النقاط الممكن تكون مهمة. لو وقفت على الجانب الصحي، كورونا طبعا ما زالت موجودة، ربنا يحفظ البلاد والعباد ان شاء الله والعالم اجمع. انت لو عايز تشتري لك هسي حبوب بتتعب شديد عشان تلقاه او علاج او دواء، دي نقطة. الامراض الممكن تكون صعبة تحملها وحتى سماعها، ربنا ان شاء الله يشفي المرضى كلهم يعني. لو عندك زول لا قدر الله أصابه سرطان، مشكلة كبيرة جدا جدا. الكيماوي سير الفلان. الحاجة الثانية غسيل الكلى، ممكن تلقى المركز ما شغال أو المستشفى ما شغال، الجهاز يا متعطل أحيانا أو الكهرباء ما شغالة أو 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 حاجات كثيرة. ممكن يموت لك شخص عزيز عليك، أنت بتفتش لغرفة بتاعت عناية ما تلقى، تودي الحالة من مكان لمكان حد ما يموت،
شايفه انت جنبك، لكن انت مش هناك. ايوه اقدار وربنا عشاء وكذا، لكن المسؤوليه برضو بتبقى مسؤوليه منه. خلونا نطلع من 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 جدليه بتاعت انه النظام البائد والتركه الثقيله ده كلام اوكي ما في مشكله، كلام ده حقيقي، لكن دورنا نحن شنو؟ دور الحكومه شنو؟ انت في النهايه حد يجلي علي تركه وحد كل مره حتقول لي تركه 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 لمتين يعني لحد ما انا اترك البلد ولا الفكره شنو؟ فبيبقى الموازنه هنا صعبه، صعبه في انا ليه اتعب يا اخي؟ انا ما زور يا اخي مفترض اعيش حياه كريمه زيه زي الناس. كل مره بنتكلم والله الدول من غير ذكر اسماء انه احنا ساهمنا في نهضتها، طيب اللي حيساهم في نهضتنا احنا منه؟ ده مع سؤال ممكن اقول للجميع. المؤتمرات العقدت نتائجها كانت شنو؟ اذا كان اقتصادي او مانحين أو أو, او 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 وين؟ من المشاكل برضو الكبيره هسه حاليا هو في النهايه انا الكلام اللي قاعد اقوله ده بعين الحقيقه يعني بعين الاحساس والمنطق. اذا اتفقت معي واختلفت بعد الساعه 12 بالليل لو طلعت الشارع مشكله كبيره والله يعني بتتجازف جد، فدي هنا قصه بتكون صعبه. الحاجه الثانيه الجهات المسؤوله، ما هو قبيل قلنا من امن العقاب اساء الادب والتصرف والسلوك او جيب زول يا اخي حاكم حاسب، يعني قصه انه شخص يعتدي على شخص دي ما عمليه ما منطقيه او ما سليمه، لانه في النهايه انا هدافع عن نفسي انا، وكل زول هيفكر انه كيف يدافع عن نفسه، فكيف يدافع عن نفسه دي بتدخلنا لمتاهات وقصص الناس في غنى عنها. لانه افضل انا اكل واشتري الحاجات اللي بتخص مسؤوليه البيت ما انه انا اشتري لي سلاح عن بيه ونفسي يعني. فدي هنا برضو الناس تشوف فيها خط بتاع رجعه. الجمعه فقدنا 10 عناصر من الشرطه في منطقه الردوم في جنوب دارفور من قبل عصابات المخدرات، ربنا ان شاء الله يرحمهم جميعا يعني. هم برضو كانوا بيدافعوا عن الوطن وده واجب، لكن السؤال المفترض يفرض نفسه يعني او يفترض دي قصه بعد ده بقت هيبه الدوله، دي هيبه الدوله يعني انت المواطن اذا بيتم الاعتداء عليه وانت بتحاول ومجتهد وساعي لانه انت تحسم الفوضى يعني. طيب الليله لما رجال شرطه يعتدى عليهم ويقتلوهم، برضو ما في النهايه ده مواطن سوداني، الكتل برضو مواطن سوداني لكن ما تعاقب يعني الى الان، ان شاء الله يتم القبض على الجنا. فبيبقى انه هيبه الدوله مفترض تتفرد، ما معروف يا اخوانا احنا هسه يعني خلينا من قصه انه تفلت واو احنا برا السودان كسودانيين بنقدر نجدع من ديل؟ ما بتقدر. يقول لي غرامه كم كده؟ ما عارف. تقدر ما تربط الحزام؟ ما بتقدر. تقطع عليك اشاره بتاعت مرور كذاب 3000 ريال وقتي. الكمام الهسي حاليا انت ما تقدر يعني ما قاعدين نلبسها. ما كل الناس، في ناس بيلبسوهم محافظين على انه يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه. برا السودان والله اكثر شعب مهذب ومحترم وامين وصادق الشعب السوداني. معروف الكلام ده من زمان يعني لكل المغتربين، كتر خيرهم لانهم هم يعني بيمثلوا السودان، وكل شخص بيسافر برا السودان هو سفير لنا نحن في الخارج. لكن في حاجات مفترض الناس تقيف عليها، انه يا اخي حبشي ده غلط يعاقب، انا غلطت طوالي وحاسب عشان ما الغلط ما يتكرر لا مني لا من غيري، لكن انت خليتني على هواي هغلط وغيري حيغلط، ما سالتني ولا سالت الغيري. فهيبه الدوله مفترض تكون موجوده وقاعده في كل السودان في كل المناطق، رجل الامن رجل المرور الشرطه الجيش ايا كان الجهات والصفات والمسميات الدعم السريع ايا كان دي هيبه الدوله المفترض يعتدى عليها. بالمقابل هيبه الدوله دي ترجع للمواطن حقه، ده في اطار واحد ما بينفصل الاشياء، ما صح انه احنا نجزئها. النقطه المهمه والممكن تكون نقفل بها الملف
فيما يخص احداث 29 رمضان. الظالم مهما يعلى ربنا ما بيهمله، بيمهله ليه؟ عشان الناس تفكر في انه انت اعلى واعلى واعلى وامشي لقدام وارتفع. ليه؟ عشان سقوطك هيكون صعب، مرعب يعني، مروع في نفس الوقت. الظلم ظلمات، ربنا قاعد وربنا قادر وكفيل لانه يجيب حقوق كل شخص ظلم. بتبقى الاشياء الان الدائره في البلد كلها مسؤوليه حكومه الفتره الانتقاليه بالشقين المدني والعسكري، من اصغر زول لاكبر زول، دي مسؤوليه. حسي انا في الحته دي ما قادر اتكلم، بعتذر، بمشي والله بمشي، ما قادر يعني. ليه يعني اعمل حاجه تكون محسوبه عليك؟ فبرضو اي شخص ما قادر على مسؤوليته امشي. السودان ده اولاده كتار، والبر والجوا بيقدروا يخدموا، اي زول ممكن يقدر يخدم يعني لانه عايز يخدم. فان شاء الله ربنا يصلح حالنا جميعا والامور تمشي في طريقه صحيحه، الناس تحقق الحاجات اللي حلمت بها من حريه ومن سلام ومن عداله.